السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم سنة رابعة، ازيكم في قناة حكايات الدراسات مع مستر أسامة محمود. إن شاء الله النهاردة هنبدأ أول دروس الدراسات الاجتماعية. مادة سهلة جدا، عايزك تركز معايا في كل كلمة هقولها وهتلاقي الموضوع سهل وبسيط. لو أول مرة تشوفنا في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وكمان تبعت لزمايلك عشان الكل يستفاد في قناة حكايات الدراسات. ويلا نبدأ على طول في أول درس أدوات تحديد المواقع. تعالوا كده واحدة واحدة نفهم مع بعض. كلمة أدوات يعني في أداة هنستخدمها عشان نحدد أي مكان على الخريطة. مستر، من زمان هنرجع أكتر من 10,000 سنة، كان المصريين القدماء لما بيجوا يميزوا المظاهر اللي طبعا ربنا سابها لهم زي الجبال أو نهر جميل هنتكلم عنه اسمه نهر النيل، كل ده كانوا بيميزوه عن طريق الرسم. لما أقول لك كده جيب سكتش وارسم لي الشمس، هتقول لي يا مستر سهل جدا، واقدر الونها كمان باللون الاصفر. ارسم لي البحر، هتقول لي مفيش مشكله، ممكن ارسم بحر والونه باللون الازرق. وانت ماشي في الطريق كده ممكن تلاقي صحراء، هتلونها باللون الاصفر. كده انت بدات تفهم يعني ايه كلمه خريطه. الخريطه هي عباره عن رسم توضيحي. رسم ايه؟ توضيحي لسطح الارض. مستر، احنا عايشين في كوكب كبير اسمه كوكب الارض. الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده يا مستر ممكن نرسمه؟ اه ممكن نرسمه. طب لما نيجي نفكر نرسم كوكب الارض، اكيد شفتوه في المدارس، عبارة عن كرة كده اسمها الكرة الأرضية. والكرة الأرضية دي عبارة عن مية وعبارة عن أرض اسمها اليابس. طيب، ودي هنتكلم عنها في الدروس الجاية. تمام، ادي كده وليكن ده كده رسم سريع للكرة الأرضية. مستر، انا ساكن في شارع، الشارع ده ممكن ارسمه؟ اه ممكن ترسمه. هتعمل شرطة كده وشرطة كده. ممكن اروح اصلي في جامع، تقدر ترسم الجامع؟ اه هقدر ارسمه، لان انا هميزه بحاجة طبعا اللي هو الهلال. تمام كده، وادي القبة بتاعته. طيب ممكن ترسم كنيسة؟ اكيد، اللي هو طبعا الصليب. كده انا بدأت ادخل في دماغك فكرة ان الخريطة هي عبارة عن رسم. من ايام زمان كان الرسم كروكي، يعني ايه كروكي؟ رسم بسيط جدا، يرسموا جبل، يرسموا نهر، بحيره صغيره. لكن الموضوع اتطور دلوقتي وبقى في اقمار صناعيه هنتكلم عنها، وممكن نتكلم عنها دلوقتي، ان القمر الصناعي ده قدر يدي مجسم او يدي صوره توضيحيه لمصر كلها. لما خدنا الصوره دي من فوق من القمر الصناعي، اكيد سمعتوا عن الصاروخ لما يطلع لفوق، القمر الصناعي ده بقى بيلقط لك كل حته في مصر. فهنا بدأ العلماء ياخدوا لقطات جميلة جدا من صور اسمها صور فضائية. طيب، وفي ناس كمان خدت لقطة من صور جوية، ودي هنتكلم عنها في درس النهاردة، جاية من كلمة جوية اللي هيطلع في الجو، أكيد الطيارة. يبقى أنا عندي نوعين من الصور، صور جوية وصور فضائية. تمام كده يا سنة رابعة، جيب ورقة وقلم وركز معايا في النقطة دي أوي. انت كده عندك عشان تقدر تحدد اي مكان عندك طريقين، ممكن خريطة ترسم وتوضح بيتك، توضح الشارع اللي انت فيه وتكتب ده شارع كذا. ويلا كده افتح الموبايل وشوف كده كلمة ماب خريطة هتلاقيها موجودة، او اطلب ان درايفر. لما كده تطلب ان درايفر اكيد هتشوف الرسمة اللي انا بقولك عليها، هتلاقي طرق كتيرة وجوامع وكنايس واماكن كلها مرسومة بصورة مصغرة. ومدام مرسومة بصورة مصغرة يبقى دي اسمها الخريطة. طب انا دلوقتي قدامي البوم صور، البوم صور صور، وانا عندي في صورة بتاخدها من فوق من الجو اسمها صور جوية، وصور تعدي الفضاء فاسمها صور فضائية بالاقمار الصناعية. عشان تعرف تحدد مكانك، الطريق الاول اللي هو الخريطة والطريق الثاني اللي هي الصور. طيب نكمل تعريف الخريطة، رسم توضيحي لسطح الارض اللي هي الكرة الارضية كلها او جزء منه، لان انا قلت لك ممكن ترسم شارع، ممكن ترسم مكان صغير زي مدرستك او البيت بتاعك او مستشفى، باستخدام حاجتين رموز والوان. ودي نقف عندها شويه، يعني ايه كلمه رموز؟ كلمه رموز يعني رسمه. انت عندك دلوقتي ارسم، يعني ايه؟ اعمل لي رمز وليكن رمز الهلال، فتروح اعمل لي الرمز ده، اعمل لي رمز الصليب، هتروح اعمل لي الرمز ده، اعمل لي رمز جبل اهو. كل حاجة ممكن ترسمها برسوم جميلة جدا، وأكيد وأنت في كيجي الميس قالت لك ارسم لي شجرة، ارسم لي جبل، ارسم لي هضبة. يلا بقى نشوف مع بعض كده رسم خريطة كبيرة اللي هي خريطة مصر. تعال بقى نشوفها، ويا ترى مطلوب إن أنت تحفظها؟ أكيد مطلوب، تعرف الأماكن كلها اللي فيها، وهنمشيها نقطة نقطة.
اولا البحر اللي انتوا شايفينه ده اسمه البحر المتوسط، وفي حلقه قلتها قبل كده ان كلمه متوسط يعني يقع وسط قارات العالم. تخيل معايا كده ان العالم ده عباره عن 7 قارات، ارض كبيره جدا واثنين وثلاثه، 7 قارات، مصر بقى في النص بين 3 قارات، يعني انت في النص بين 3 قارات، فسموه البحر المتوسط لانه يتوسط قارات العالم. وعندك 3 قارات جنبنا، احنا في قاره افريقيا، فوقينا قاره اوروبا، جنبنا قاره اسيا. المهم عندي بحر موجود في اسكندريه ومرسى مطروح، الناس اللي لسه هتروح مصايف. تخيل ان مطروح واسكندريه على البحر المتوسط. في معلومه لازم تبقى واخد بالك منها، انا عملت رمز للمدينه بدايره صغيره، هل اسكندريه هتلفها كده في المكان الصغير ده ولا انت كده صغرت المسافه؟ لا، صغرت المسافه، وده دور هنقوله كمان شويه مين اللي بيعمل كده. طيب باستخدام رموز والوان، خلاص كده ده تعريف الخريطه، رسم يوضح سطح الارض باستخدام رموز الوان. يلا انا عايزكم تقولوها كده معايا، رسم يوضح سطح الارض باستخدام رموز الوان. طيب ادي رسمت الخريطه، حلو، هل الخريطه دي كده ملهاش عناصر؟ لما كده مستر العربي بيدخل بنقول النهارده هنتكلم عن درس، الدرس ده يا تلاميذي يا ابنائي ليه عناصر، بيكتب لك عنصر رقم 1، مكونات رقم 2، مكونات رقم 3، وهو ده الخريطه. الخريطه ليها 5 عناصر. اول عنصر بالنسبه لنا اسمه عنوان الخريطه، لانه في شويه اسمه ايه؟ عنوان الخريطه. طيب عندنا عنوان الخريطه، تخيل كده معايا ان اول مكون ينفع دلوقتي المستر يدخل من غير ما يكتب اسم الدرس، لازم العنوان. ينفع دلوقتي اعرف اسمك من غير ما تقول لي اسمك؟ اكيد مش هعرف، لازم اسالك وترد عليا. الخريطه اللي انت شايفها دي اكيد لو الميس ما قالتلكش او المستر ان دي خريطه مصر عمرك ما هتعرفها. ازاي يا مستر؟ يعني مثلا دلوقتي انت دي خريطه، على فكره الرسمه دي هي خريطه العالم، لان العالم ده عباره عن 7 قطع كده، 7 قارات. طيب يبقى دي خريطة العالم، تمام، يعني ممكن نرسمها بس بشكل طبعا أكبر من كده. طيب احنا عايشين في قارة، كله ركز معايا، اسمها قارة أفريقيا. زي ما انتوا شايفين كده، أدي رسمة قارة أفريقيا. طيب اسمها خريطة أفريقيا. يبقى أنا عندي هنا كل خريطة ليها اسم، أي واحد بيتولد ليه اسم غير التاني، وهو ده اللي عايز أوصله لك. من غير الخريطة عمرك ما هتطلع معلومة، المعلومات الواردة يعني اللي ظاهرة على الخريطة بتجيبها منين؟ من العنوان. عنوان الخريطة، بيانات الخريطة أو معلومات الخريطة. زي ما بتدخل المدرسة، الميس بتقول لك اكتب لي بياناتك، أو بتقول لبابا أو ماما. لما بتكتب البيانات بتكتب اسم الأب واسم، تكتب كل حاجة تخصك، هواياتك إيه. أنا دلوقتي عندي خريطة جميلة اسمها خريطة مصر، عنوانها هو اسمها. الاسم ده خريطة مصر، يبقى معلومات الخريطة هي عنوان الخريطة. كده خلصنا أول مكونات. ندخل بقى على رقم 2 في العنصر المهم، حاجة جميلة كده اسمها وردة البوصلة. مستر إيه قصة وردة البوصلة؟ تعالوا معانا نشوفها مع بعض. دلوقتي أنت ماشي في طريق، الطريق ده ماشي طوالي، تمام، وفي واحد راكب عربية وهو بيرجع لورا، حلو الكلام ده أوي، وفي واحد مشي يمين وفي واحد مشي شمال. هنا أنت عايز تعبر عن حاجة مهمة. الخريطة انت اكيد وانا فاكر من دقيقتين قبل ما ارسم او قبل ما امسح الخريطة قلت لك ان في بحر اسمه البحر المتوسط، وقلت لك ان في بحر تاني اسمه البحر الاحمر. جميل. هنا بقى هدفك في الحتة دي ان انت تعرف الاتجاهات، تعرف البحر ده فين والبحر ده فين. تعال نشوف مع بعض. لو انت ركزت معايا شوية كده هتلاقي ان هنا اتجاه اللي هو طوالي قدام، افتكروا كده راسك فوق، يبقى شمال، تمام. طيب مستر انزل لتحت كأن ناحية رجلك كده، ده اسمه اتجاه الجنوب. طيب انا دلوقتي عايز امشي يمين او عايز امشي شمال، لو هتمشي يمين اسمها شرق، طيب لو هتمشي شمال اسمها ايه؟ غرب. وبكده يا سنة رابعة عرفنا 4 اتجاهات، شمال فوق، جنوب تحت، شرق يمين، غرب شمال. ركز بقى في النقطة اللي جاية دي قوي، البحر المتوسط واضح جدا ان هو فوق، يبقى يقع في اتجاه ايه؟ الشمال. البحر الاحمر واضح ان هو جهة اليمين، فيقع في اتجاه الشرق. نحفظ زي اسمنا الـ4 الاتجاهات دول، لان في 4 اتجاهات تانية.
الاتجاهات دي اتجاهات ثابتة أصلية، راسك رجلك يمين شمال، لكن في اتجاهات تانية اسمها اتجاهات فرعية. هتلاقي كده واحد مش عايز يمشي طوالي ولا عايز يمشي يمين، لا قال أنا همشي كده ما بين الشمال وما بين الشرق. طيب الشمال كم حرف؟ 4، والشرق كم حرف؟ 3. تبدأ بالصغير؟ لا طبعا، نبدأ بالكبير، لأن هو ماشي من هنا ومن هنا، فهنبتدي كده الاتجاه ده هناخد الجزء الكبير مع الجزء الصغير، هيبقى اسمه شمال شرقي. القاعدة دي هنمشي بيها في الأربع اتجاهات كلها. يعني مثلا أدي الجنوب 4 حروف وأدي الشرق 3 حروف. طب يا مستر أنا مشيت كده بقيت بين الجنوب والشرق، فبقى اسمي جنوب شرقي. حلو أوي الكلام ده. طب يلا نكمل كلامنا. أدي الشمال وأدي الغرب، أنا مشيت كده بقى اسمي شمال غربي. أنا هسيبكم بقى تحلوا دي كده، هتبقى اسمها جنوب غربي، لأن إحنا هناخد الغرب والجنوب. طيب في واحد يقول لي يا مستر ما فهمتهاش، تقولها بشكل تاني دلوقتي.